بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل مشوارنا يا شباب في موضوع الحسابات الجارية. قبل ما نبدأ بالحسابات في حل التمرين الثالث، فنتطرق إلى بعض المسائل اللي واجهتنا في التمرين الأول. أول حاجة يا شباب، أنواع الحسابات، أنواع الودائع، أنواع الودائع. شباب، في عندي عدة أنواع للودائع. عندي ودائع جارية. إيش هي ودائع الجارية؟ مقصود بالودائع الجارية هي الحسابات الجارية، حسابات جارية طبعا دائما، كويس؟ اللي هي الأموال اللي أنا بودعها في البنك وبسحبها حين الطلب بدون أي قيد أو شرط. طبعا هذا مش عليها فوائد، البنك بيعطينيش فوائد عليها ولا بياخذ مني، بس بياخذ مني، قد ياخذ مني عمولة إدارة حساب. تمام هيك؟ هاي أول نوع. إذا أنا ودائع الجارية هي نفس المقصود بها الحسابات الجارية الدائمة، حسابات الجارية الدائمة. إيش في عندي؟ ودائع لأجل، وهي يقصد بها ودائع المربوطة لأجل، مربوطة لمدة معينة بنسبة يحصل المودع على فوائد بنسبة معينة، طبعا نسبة مرتفعة. أنا بربط وديعتي لسنة، لسنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة. هذه الوديعة لو أنا بربطها بأخذ عليها الفوائد. هل بستطيع إنه أنا أسحب الوديعة وقت مطلوب؟ لا طبعا. أنا البنك اتفق معايا على إنه الوديعة هذا مربوطة للسنة، سنة إلا يوم لا، إلا باتفاقات تانية ومفاوضة. تمام؟ ودائع بإشعار، وهي مربوطة لا تفك إلا بإخبار البنك قبل مدة معينة بالحاجة إلى فك الوديعة. وهذا يحصل المودع على فوائد بالنسبة أقل من سابقتنا، يعني هذه نسبة 5% هنا 3%. تمام هيك؟ تمام. عندي النوع الثالث، ودائع توفير، نفسها ولكن تأخذ صفة الودائع التي يتم إيداعها بشكل على فترات بقيم منخفضة. إذا ودائع لصغار المودعين. تمام؟ ويحصل المودع على فوائد بالنسبة أقل من سابقتيها، يعني قد تكون نسبة 1%، وهذا الآن تشجيع المودعين على الإيداع. تمام هيك؟ تمام. اذا لو قلنا الودائع هي ودائع جاريه، اقصد بها حسابات الجاريه، يعني الحسابات الجاريه تعتبر من ضمن الودائع. انا اموال اودعتها بالبنك فتسمى وديعه جاريه، فالها حساب بنسميه حساب جاري دائم. تمام هيك؟ تمام. قلنا انه عند الإيداع بنقول من إيداع أموال، ماشي كده؟ نقدة، في الغالب نقدة، ما لم يذكر بشيك، ما لم يذكر بشيك أو أي طريقة ثانية يعتبر وديعة نقدة. تمام كده؟ يقول من حساب الخزينة إلى حساب مين؟ حسابات جارية أو ودائع توفير أو ودائع لأجل، ودائع بإشعار.
إذا من حتى نوضح أكثر، هنقول هنا من حساب خزينة الرئيسية إلى حساب حسابات جارية اللي هي ودائع جارية، أو إلى ودائع لأجل، أو إلى أو إلى ودائع بإشعار، أو إلى ودائع توفير. ملاحظين الخزينة دائما إيش؟ هنا من تحت الإيداع، عكسها عند السعر، عكسها عند السحب. عند السحب بقول من أي حساب من الأسباب اللي ذكرتها إلى حساب خزينة رأسي، مثلا حسابات جارية أو ودائع لأجل أو ودائع لإشعار أو ودائع توفير أو بالمصري كله، تمام هيك؟ فهي الودائع، يعني أنا عند الإيداع إذا عرفت المسألة فيها إيداع بقول بحساب الخزينة أو بشكال فرص التحصيل أو أي طريقة ثانية، بس أهمها إذا لم يذكر طريقة الإيداع فبعتبرها نقلة. هنا السحب إذا لم يذكر طريقة السحب فاعتبرها نقلة. الإيداع نعتبرها نقلة وبعدين أعدل. بعدين إيش الإيداع؟ هل هي حسابات جارية ولا ودائع الأجل أو بشعار أو توفير حسب ما هو مذكور عندك. تمام هيك؟ تمام. نيجي نقطة ثانية. طيب في عندي يا شباب انواع الحسابات الجاريه، قلنا في عندي نوعين انواع الحسابات الجاريه، حسابات جاريه مدينه، حسابات جارية دائمة. ايش الفرق بين النوعين؟ شباب انا عندي لو انا جيت عملت ميزانية البنك هنلاقي في عندي هنا اصول وهنا عندي فصول. هنلاحظ هنا عندي الخزينة وهنلاحظ هنا عندي حسابات جارية مدينة وعندي هنا قروض لمين؟ للعملاء. الناحية الثانية بعد حسابات جارية دائمة، هنا هذه التزام. تمام؟ تمام. ايش القصة؟ هذا الحساب الجاري الدائم، هذا الحساب الجاري الدائم هي أموال، هي رصيد أموال للعملاء لدى البنك، فهي التزام على البنك للغير. هاي سوق جنب التزامات، فهي طبيعتها دائمة. طبيعتها ايش؟ دائمة. فهنا يا شباب هذه قلنا حسابات جارية دائمة، أموال التزام على البنك لصالح العملاء. وهنا حسابات الجارية المدينة هي التزام أو دين أو قرض في صورة دفعات غير منتظمة، كويس، على العملاء لصالح البنك. ملاحظين هنا قلنا حسابات جارية دائمة، أسف قلنا حسابات جارية مدينة، حطيناها مع القروض. القروض يا شباب هي دفعة كاملة يحصل عليها
العميل عند طلب الوديع، عند طلب القرض. بينما الحساب الجاري المدين هو اتفاق بين البنك والعميل على انه يحق للعميل ان يسحب من هذا الحساب، وهذا الحساب بكون العميل ما فيش لديه اموال، هذا الحساب بكون العميل ما فيش لديه اموال، فبتفق مع البنك على انه يا بنك سلفني بعض الاموال عند الحاجه، ويكون عندي انا فائض، بروح انا ايش؟ بأرد المبلغ اللي انا اخذته منك على ايش؟ مراحل. اذا نرجع ثاني، قلنا القرض مبلغ معين مثلا 100,000 دينار باخذه من مين؟ من البنك. 10,000 دينار باخذ من البنك مره واحده. لكن حساب الجاري بكون انا باعه، هو اتفاق بين البنك والعميل على انه انا العميل ممكن اسحب منك يا بنك مبالغ حسب الحاجه، حسب ما يكون انا عندي عجز مالي، فيش عندي سيوله، فبسحب من الحساب هذا حسب ما انا ما بدي، 100 دينار، 1000 دينار، 2000، 3، 5، ولما بودع لما اكون انا عندي فائض بروح ايش؟ بغطي المبلغ اللي انا استلفته من البنك. وهذا يتم عليه جدول، وهتلاقوه في كتاب الجدول، بناء عليه يتم حساب ايش؟ الفوائد المستحقة على الحساب الجاري. طبعا هنا حساب الاتفاق هنا يا شباب، انه انا المبلغ على سبيل المثال المبلغ ما يزيدش عن 100,000 دينار. اي زيادة لا يحق لي. بناء على الاتفاق. نرجع ثاني. قلنا يا شباب القرض هذا مبلغ انا باخذه مرة واحدة وبسده على اقساط. بينما الحساب الجاري المدين فهو مبالغ انا بحصل عليها من البنك بناء على اتفاق بيني وبين البنك. انا تاجر وانا في عندي اموال، لانه ما فيش عندي سيوله احيانا، فانا بضطر احيانا بحتاج الى سيوله، فبتفق مع البنك يا بنك افتح لي حساب جاري المدين اسحب منه وقت حاجتي، وقت ايش؟ ما يكونش في عندي انا سيوله. وقت ما يكون انا في عندي فائض بدي اجي احط في الحساب هذا ارجع المبلغ اللي انا استلفته من البنك. تمام. ففي كل الاحوال، عند الايداع بقول، من حساب الخزينه الى حسابات جاريه مدينه الى حسابات جاريه دائمه. اذا المدينه والدائمه مش هتفرق معي كثير، مدينه ودائمه مش هتفرق معي كثير. لما انا عند الايداع الخزينه حتزيد مصاري اموال، وايش؟ هنحط القيمه في الحساب الجاري، هتنحط القيمه المودعه في الحساب الجاري سواء كان مدين او كان دائم. طب عند السحب، عند السحب بقول من حسابات جارية دائنة، من حسابات جارية مدينة إلى الخزينة. في كل الأحوال عند السحب الخزينة هتنقص، فإلى حساب الخزينة. ونحن نروح المبلغ ناقص مبلغ مستلمة من قبل العملاء، إما من حساب جاري مدين أو دائم مش هتفرق معايا. كل ما تعرفوا إنه عند السحب خزينة هتكون إلى، عند الإيداع خزينة هتكون من. هاي النقطة الأضعف في القيد، افهمها بتفهم الطلب التالي. وضحت شباب؟ تمام. الحين خلينا ننتقل إلى التمرين ونحل مع بعضنا ونشوف ايش يصير معايا.